على المعرض ديال الميبا شو مراكش اللي هو معرض ديال طيران رجال الاعمال اللي تنظموه في بلادنا مع لوغانيزاسيون ميبا كل عامين. فهو بحال اللي كنت ديجا قلت لكم تيدار مره في دبي، عام في دبي، والعام اللي من بعده تيدار في مراكش. وهذا بطبيعه الحال شرف بالنسبه لينا بالنسبه لبلادنا، وحنا فخورين اننا عندنا الثقه ديال هذه المنظمه المهمه ديال رجال الاعمال باش تنظم هذا المعرض في المغرب. وهذه العمليه ديال المعرض بطبيعه الحال تتواكب كل البرامج اللي عندنا في المكتب الوطني للمطارات باش اننا نواكبوا الوتيره ديال النمو ديال الطيران ديال رجال الاعمال، وكذلك تيدخل في الاطار ديال تشجيع ديال النقل الجوي وتشجيع ديال صناعه الطيران في بلادنا. فاحنا جد مسرورين، وبطبيعه الحال تنصيفطوا الدعوه لكل الفاعلين في هذا الميدان باش انهم ان شاء الله في 25 و26 سبتمبر 2019 باش يحضروا معنا في مدينه مراكش الجميله في هذا المعرض اللي غادي يكون في المطار ديال مراكش المناره. نحن اليوم في مؤتمرنا الصحفي لدعم معرض مهم، معرض ميبا مراكش، وفي نسخته الثالثه. المغرب تعتبر دولة مهمة جدا في صناعة قطاع الطيران الخاص، طيران رجال الأعمال. يوجد نمو ملحوظ في المغرب، موقع المغرب موقع استراتيجي رابط ما بين قارات، فبالتالي تم اختيار أن تكون النسخة اللي خارج الإمارات لمعرض ميبا في المغرب. المعرض اليوم في نسخته الثالثة، معرض جدا ناجح، في إقبال عالمي، في إقبال من جميع أقطاب العالم، وفي توقعات لحضور أرقام ممتازة وعالية جدا في نسخته الثالثة. تم اختيار مدينة مراكش ليكون المقر الرئيسي للمعرض، لأن مدينة مراكش مدينة تتحدث عن نفسها، مدينة سابقة في تنظيم مؤتمرات والمعارض العالمية. فوجود معرض ميبا في مدينة مراكش ما هو إلا دعم للاقتصاد، دعم في الاقتصاد في هذه المدينة الجميلة وكذلك في المملكة. يعتبر معرضنا معرض ميبا مراكش من أهم المعارض اللي هي تستقطب كثير من المشاركين من جميع أنحاء العالم، ليس فقط لحضور المعرض وإنما لحضور الفعاليات المصاحبة للمعرض كذلك.